خبر اليوم نقدمه لكم من قناة شوف تي في، أهلا بكم. تعرض النائب البرلماني عبد اللطيف مردس ليلة الثلاثاء لإطلاق رصاص بواسطة بندقية صيد خلال تواجده بحي كاليفورنيا بالبيضاء. وبهذا الخصوص عبر محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري لشوف تي في عن حزنه واستيائه شديد عقب مقتل نائبه البرلماني عبد اللطيف مردس بطريقة بشعة. لنستمع للتصريح. تلقينا هذا الخبر أمس بكامل الأسف، في الحقيقة تفاجأنا بهذه الفاجعة اللي صابت العائلة الدستورية ديالنا، واللي صابت كذلك العائلة الصغيرة ديال الأخ ديالنا السي مرداس، اللي كان من العناصر النشيطة في الهيئة ديالنا، كان نشيط كبرلماني وكان نشيط كعضو في الهياكل ديال الحزب ديالنا. والطريقة ديال الاغتيال اللي كلكم لاحظتوها كانت بشعة كارثية، أمام مدخل ديال المنزل ديالو، تقريبا تحت أعين ديال العائلة ديالو. هذه فاجعة، وحنا كنتمناو أن التحقيقات اللي هي جارية اليوم توصل نتيجة في أقرب وقت، باش نتعرفوا على المجرمين اللي قاموا بهذه العملية، والقضاء يدير الشغل ديالو. حنا كنا كنعرفوه كناشط سياسي داخل الهياكل ديالنا، داخل المؤسسات اللي هو منتخب فيها، وكنعرفوه انه كانت عنده علاقات جيدة مع الجميع، وكنتمناو ان التحقيقات تبين شنو هما مبررات ديال هذه العملية البشعة اللي انتهت بالاغتيال ديال شاب، واللي خلى بالأسف أطفال في سن صغير. شهد منزل البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس بحي كاليفورنيا بالبيضاء صباح اليوم الأربعاء حركة غير عادية، حيث وصلت إلى عين المكان العديد من شخصيات السياسية البارزة، وعلى رأسها محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري ومصطفى البكوري رئيس جهة الدار البيضاء ستات. وبهذا الصدد لنستمع لتصريح كل من مصطفى البكوري ومحمد جدار عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري. أسأله الصبر والسلوان عائلة المرحوم وأبنائه، ونتمنى أنهم يتجاوزوا هذه المحنة بما يكفي من التأزر مع الجيران والعائلة ديالهم وجميع من لهم غيرة على الأمن في هذه البلاد. وثانيا لابد من استنكار هذا الجرم البشع اللي أنا كنعتبره جنيس الإرهاب، إرهاب المواطنين في أمام البيت ديالهم في الاستقرار ديالهم. ولهذا نتمنى أن التحقيقات توصل في أقرب وقت، وعندنا الثقة الكاملة في ذلك إن شاء الله، باش توضح الملابسات ديال هذا الحادث، وفي نفس الوقت تكون فرصة للصحوة من أجل الوقوف ضد كل مظاهر الانحراف وجرائم مثل هذه وهذه مسؤوليتنا جميعا بطبيعة الحال، مسؤولية المسؤولين، مسؤولية المواطنين، باش نحافظوا على الاستقرار ديال هذا البلد. اش غادي نقول؟ الحاج عبد اللطيف مرداس بحقيقة كان كنت من المقربين ليه جدا، فيه صديق والأخ، وحاج عبد اللطيف مرداس راجل بمواقفه وفيه الرجولة بالمعنى ديال العامل، تنقولوا الدارجة، راجل ونص، إنسان كريم، إنسان تيبغي عائلته، كيبغي أصدقائه، دائما تواجد في جميع اللحظات مع الإخوان، كيف ما كتلاحظوا فالحضور ديال جميع الإخوان كاين اليوم، لا من الدار البيضاء ولا من خارج الدار البيضاء. فرحمة الله عليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. ونتمنى لعائلته الصبر، لأن ثلاثة ديال الأطفال كيصبحوا بدون أب في هذا السن، فما سهلش، ربي معاهم. ونتمنى وإن شاء الله باش
كيف ما لاحظنا البارح يعني جميع السلطات الأمنية بمختلف الشرائح ديالها كانت حاضرة بقوة، والسلطة العلمية كذلك، وبدأت التحريات. وصلني الآن بأنه تم اعتقال أحد المشتبه فيهم اللي عنده بين قوسين صوابق على ما المعلومات اللي عندنا. لا أظن محاولة بهاد البشاعة ما كايناش في البلاد كاع عندنا. هذا أمر الشيء اللي وقع بشيء، ما عمرو كان عندنا في المجتمع، ما عمرو كان عندنا في المجتمع باش يتم اغتيال إنسان بغض النظر عن الصفة ديالو أمام المنزل ديالو في السيارة ديالو قرب من الأبناء ديالو، فهذه كارثة، وهذا يؤلم وتوضع علامات استفهام. علمت شوف تي في بأن المصالح الأمنية قامت صباح اليوم بالاستماع إلى والد ووالدة المشتبه في ارتكاب جريمة قتل عبد اللطيف مرداس، وحسب ما توصلنا به فإن والد المشتبه يعتبر من أعيان مدينة بن حمد. هذا ومن المنتظر أن يوارث جثمان النائب البرلماني الراحل غدا الخميس بعد صلاة الظهر بمقبرة الشهداء بالبيضاء. خبر اليوم انتهى، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.